يقول السائل: أشكو من التهابات بالجيوب الأنفية، فبعض الأحيان لا أستطيع أن أدخل الماء إلى أنفي، فهل يعتبر وضوئي صحيح؟ وكذلك لا أستطيع أن أمسح أذني لهذا السبب. إذا كان يتضرر الأنف، قال لك الطبيب إن الأنف يتضرر من الماء، أو إن إذنك تتضرر، أو العضو يتضرر، فجنبه الماء وتيمم، تجنبه الماء وتيمم بدلا عن غسل العضو إذا لم يكن عليه جبيرة أو يكن عليه ضماد. أما إن كان عليه ضماد فتمسح على الضماد الذي عليه يكفي. أما إذا كان ما فيه وصية من الطبيب إن الماء يضر الأنف، فيجب عليك الاستنشاق بقدر الاستطاعة، تدخل الماء إلى أنفك بقدر الاستطاعة، ولو لم تبالغ في جذبه إذا كان تحس منها بشيء أو بألم فلا تبالغ في جذبه، المهم أنك تدخل الماء فيه وتخرجه. نعم.